الفن. إلى الفن السابع، حديثنا سيكون حول مهرجان سينمانا للفيلم العربي الأول. هذا المرة نحط رحالنا بسلطنة عمان. إذن هذا المهرجان وهذا المبادرة اللي راح تكون عبر الويب، مهرجان سينمانا للفيلم العربي الأول الافتراضية. هذا المهرجان هو افتراضي لأول مرة. هذا المبادرة جاءت طبعا جراء فيروس كورونا وهذا الجائحة اللي عرقلت عديد المشاريع والمهرجانات السينمائية، وعلى هذا جاءت هذه المبادرة، مبادرة هذا المهرجان، وين راح يفتح المجال أمام كل الفنانين والسينمائيين العرب من أجل المشاركة بأعمال سينمائية وأفلام سينمائية مدتها لا تتجاوز 10 دقائق. إذن هذا الأفلام أكيد موضوعها راح يكون حول جائحة كورونا، الحديث سيكون حول هذا الفيروس والتداعيات التي خلفها. وعلى هذا زميلتنا ربحة عشيت وفتنا بفيديو حصري وتصريح من طرف مدير المهرجان ورئيس أو نائب رئيس اتحاد الفنانين العرب المخرج خالد الزجالي. نشاهد التصريح ولا العودة. بسم الله الرحمن الرحيم. مهرجان سينمانا للفيلم العربي الذي قررنا هذا العام تنظيمه من خلال الاتحاد العام فنانين العرب، طبعا جاء بعد انتشار جائحة كورونا الذي شلل الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية والفنية في جميع دول العالم، وأيضا كذلك بعد التوقف في جميع المهرجانات السينمائية والمسرحية والفنية وغيرها. لذلك ارتئينا تنظيم مهرجان دون الحاجة للتجمع، وذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعي المنتشرة، طبعا من خلال وسائل التواصل الفيسبوك والتويتر والواتساب وغيرها، وأيضا في الإنترنت في صفحات الإنترنت المتعددة، حتى يتمكن المرجعون السينمائيون من التواصل والاستمرار في إبداعاتهم، وخاصة في هذه الجائحة التي نحتاج إلى كل جهد وإلى كل مسؤولية وإلى كل مساهمة من أفراد المجتمع. وطبعا جاءت شروط بسيطة، أن يكون الفيلم من إنتاج مخرج عربي، أن لا يزيد يعني مدة الفيلم عن 10 دقائق. طبعا لجان التحكيم حقيقة يعني اخترنا أن تكون من الشخصيات البارزة المعروفة التي لديها خبرة كبيرة جدا في مجال النقد الفني السينمائي، وكذلك من ناحية الإنتاج السينمائي من خلال أيضا التصوير والإخراج ومن خلال البحث العلمي. فلذلك الكوكبة التي تم اختيارها كل هؤلاء من عدة دول، من حوالي 7 دول تقريبا بما فيهم المخرجين والممثلين والنقاد وغيرهم. ونتمنى طبعا من جميع الأخوة في الوطن العربي المشاركة والمساهمة في هذه الفعالية، حتى لا نتوقف وحتى يظل ويستمر العمل الفني الإبداعي السينمائي يعني دون حدود، ما له شيء يوقفه يعني. فالدعوة موجهة لكل السينمائيين العرب من أجل المشاركة في مهرجان سينمانا للفيلم العربي الأول الذي سيتم عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي العالم الافتراضي. وكما نقول هذا المهرجان هو عبارة عن حالة حراك ثقافي إبداعي في للسينمائيين العرب ومن الفن السابع.